ده صور السرعه دي. صور فيديو صور فيديو ما تبقاش. لا انا عاوز اعرف اتفقتوا على ايه منك. انا طبعا مكسوف ما باكلش. طبعا على اللي بتاكل. يا عم يا ابني خلونا نحاول ناكل. بس عشان الميمور عشان نسعى كده صور كمان. كفايه بقى يا عم كريم. كفايه ده انت اتفضحت على النت وعلى الفضائيات. بس حد ياخد صوره بس كده ليه وهو قاعد لوحده كده قدام البتاع عشان قبل صوره يا عمر. يا جماعه الطبقه دي كانت مليانه والطبق ده كان مليان دود. كريم كاله كله. كان الدود كله والطبقه دي. اما سعيد بقى فخلص على الطبقه كمان. بس ما زال حزين. كفايه من كده بقى جائعه. انا بس تلفت بقى حوالين الناس بقى. شوف الاكل عمل فيهم ايه. شوف انا بقى طارق نام بطرق. لا نهار انا اللي عمري ما نمت على ظهري. لو انا عاوز اطلع في الفيديو. انت نمت خلاص. ما كنتش اعرف يا جماعه ان قطعه فطير 2 في 2 سم يا ابني. بالمسطره قايتها بالمسطره. عرقت من كتر اكل الفطير. وانت ضايق كده خلاص. خلصت الجيب بتاعي. حتى مش خلاص يا ابني هاتني شويه. انا يا جماعه الرجيم بتاعي باظ. شايفين بقالي شهر بعمل رياضه. اما علاء فكره يساعده في لم الطبق لانه كان كتير بيحاول. لو كنت اعرف ان الفطير مليان بس بقى يعني الدود ده بقى وظيفته ياكل الاكل اللي احنا كلناه. خلاص يا جماعه خلاص يا ابني كفايه كده. خلاص كفايه انا زهقت من التصوير. لا 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 ل